الرحمن الرحيم على بركة الله. منذ أن صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء جامعة حائل عام 2005 ميلادي، أولت جامعة حائل جل اهتمامها لخدمة المجتمع المحلي بمختلف قطاعاته حسب توجيهات القيادة الرشيدة وخططها الاستراتيجية لعمل الجامعات. وكانت الكراسي العلمية أحد أهم الأذرع الحيوية التي خدمت هذا التوجه، ويعد كرسي الشيخ علي بن محمد الجماعة رحمه الله للتنمية المستدامة في المجتمعات الزراعية أحد أهم هذه الكراسي العلمية في جامعة حائل، والتي تعد اليوم أحد أهم المؤسسات البحثية التي تعنى باستدامة القطاع الزراعي في المملكة بوجه عام وفي منطقة حائل بوجه خاص. وترتكز رؤية الكرسي على إيجاد الحلول العلمية والتنمية المستدامة في المجتمعات الزراعية بالمملكة العربية السعودية، مساهمة بالبحث العلمي والاستشارات المتخصصة لخدمة المجتمع في جوانب الأمن المائي والزراعة المستدامة. وقد ساهم القائمون على الكرسي من خلال البحث العلمي بإجراء عدد من البحوث التطبيقية المتعلقة باستدامة القطاع الزراعي، ودراسات علمية تناولت الوضع الراهن للزراعة والمزارعين بمنطقة حائل ومدى وعيهم بالزراعة المستدامة وتطبيقها على أرض الواقع. وقام المتخصصون من خلال أعمال الكرسي بزيارة ميدانية لأكثر من 200 مزرعة اختيرت بشكل عشوائي من جميع محافظات منطقة حائل، وقابلوا المزارعين ميدانيا من أجل التعرف كذلك على أهم المشاكل الزراعية التي تواجههم وتعيق تطبيق الطرق الزراعية المستدامة، إضافة إلى إجراء دراسات تتعلق بالزراعة العضوية وبحوث مكافحة الحيوية للآفات الزراعية والتعرف على الأعداء الحيوية في منطقة حائل، حيث تم تسجيل عدد من الأعداد الحيوية في منطقة حائل لأول مرة في المملكة، علما أن دراسة هذه الأعداء الحيوية ستسهم في تطبيق برنامج المكافحة الحيوية الذي يعتبر أهم عنصر نجاح المكافحة. كما كان هناك دور لكرسي الشيخ علي الجماعة في مجال المبيدات العضوية، حيث نشر القائمون بحثاً عن إمكانية استخدام نبات الحنظل كبديل آمن في مكافحة آفات المن، والتي تعتبر أحد أكثر الآفات ضرراً في الزراعة العضوية.